لاحظنا هنا في العاصمة باللي فيه نقص وعجز على مستوى الأحياء السكنية، ولهذا سطرنا برنامج بالتنسيق مع محافظة الغابات ومديرية الغابات لولاية العاصمة، برنامج طموح إن شاء الله بتمويل من ميزانية الولاية لإنشاء وخلق مساحات خضراء على مستوى الأحياء السكنية وغابات ترفيهية، بالإضافة إلى إعادة تأهيل الحدائق العمومية اللي فقدت الصورة نتاعها. احنا سطرنا برنامج بالتنسيق مع البلديات باش نعاودوا نأهلوا الحدائق العمومية على مستوى العاصمة إن شاء الله.